مرحبا بكم متتبعين قناة عبير على هذا البث المباشر. اليوم معنا السيدة، تعرفت على واحد السيد وكيهددها بالتصاور ديالها، غادا تعاود لنا القصة ديالها. تفضلي لالا، شنو سميتك؟ انا رقية من اكادير. شنو وقع لك رقية؟ انا تعرفت مع واحد السيد لحانوت هدايا، جاري زعما ماشي براني. كنهضر انا وياه وشوية قال لي تعطيني النمرة. قلت ليه اش بغيتي النمرة؟ قال لي راه بغيت. قلت لي راه انا ما عندي ما ندير بالهضره خويا. قال لي لا راه بغيت معقول. ملي عطيت ليه نمرتي وهو كيهضر معايا، انا وياه كنهضروا غير في المكالمه، ما عمري زعما خرجت معاه ما والو. كتهضروا في التليفون؟ كنهضروا غير في التليفون. وشويه المهم مده عام حنا كنهضروا. ملي كنقول ليه سميتو جوج بيا كيقول لي ما عنديش الفلوس. قلت ليه حنا غنديبونا باللي كاين، زعما انا كندير سميتو كنخدم شويه. اش كتخدمي انت؟ كندير الخياطه وكنديبونيو. صافي قال لي لا انا ما عنديش الفلوس هكو هكو. المهم حتى اتفقنا على 10000 ريال في الصداق، زعما ماشي. قال لي شحال غنعطيك؟ ما عنديش الفلوس. قلت له اتفقتي على الزواج واتفقتي على الصداق؟ قال لي شحال غنعطيك؟ انا ما عنديش زعما الفلوس. قلت له اعطيني غير 10000 ريال بركه. قانع؟ اي ما قلتش ليه انا كثير. زعما غير بنادم بغى يسترني صافي. ايوا صافي. المهم دائما شحال في العمر ديالك انت؟ انا 47 سنه. وهو شحال في العمر ديالو؟ كنت تقريبا هكاك نيت قدك. ايه وانت ما عمرك تزوجتي؟ لا ما عمري تزوجت. ايه ومن بعد شنو وقع؟ ومن بعد المهم كنهضروا حتى سميتو وشويه كيقول لي تمشي معايا. كنقول ليه انا ما غاديش تمشي معايا. قال لك تمشي معايا للدار؟ ايه قال لي تمشي معايا للدار. كنقول ليه لا. كنقول ليه كيقول لي تخرج معايا. كنقول ليه لا. واش ما عمرك خرجتي معاه زعما؟ لا ما عمري خرجت معاه، ما عمري مشيت معاه. بيناتنا الهضره في التليفون صافي. بيناتنا غير الهضره في التليفون، كنديرها في الفيديو كنهضروا. كتهضروا بلابي الفيديو؟ اه كنهضروا في الفيديو في الليل. اه وشويه هو كياخذ التصاور ديالي. ايه انا ما عرفتش واش كيصورني. كياخذ التصاور ديالك؟ اه في الفيديو. ايه في الفيديو كياخذ التصاور ديالي. وانا ما عرفتش. اه حتى واحد النهار المهم اللي سميتو حيت هو كيبلوكيني كيرجع، كيبلوكيني كيرجع، كنتخاصمو كيمشي شهر ولا نص شهر كيرجع. اه كنقول زعما راه غايدير عقلو، راه بغا معقول سميتو. انا قلت زعما راه جاري ماشي براني، جات فيه الثقة. صافي النهار الاخر اللي غايدير هكا، المهم رجع قال لي حليت حل الواتساب. قال لي علاش؟ قال لي حل الواتساب بغيت نهضر معايا. حليت ليه الواتساب كيهضر معايا، قال لي عندي الحوايج بغيت لك تصبرهم ليا. راه ما كاينش الوالده ما كاينش اختي. قلت ليه ماشي مشكل، راه جيبهم ماشي مشكل. المهم جابهم ليا، صبنتهم ليه في الليل. ملي ساليت من الخدمه صبنت الحوايج ديالو. قلت ليه في الصباح جي. هو كيجيب لك حوايج كتصبنهم؟ ايه في الصباح ملي سميتو قلت ليه جي حوايج ديالك صبنتهم. قال لي جيبهم ليا. ملي ديتهم ليه حتى للدار، المهم لقيتو هو في الدرج. قال لي دخل. قلت ليه لا، حطيت ليه الحوايج فوق من الباب وانا رجعت. صافي المهم ولا رجع بغى يهضر معايا في الكاميرا، انا ما بقاش باغي ندير معاه الكاميرا. صافي كيدير الكاميرا كنقطع، كيدير الكاميرا كنقطع. صافي وشويه مشى بلوكاني. صافي ما بقاش. قلت صافي راه مشى ما بقاش بغى يهضر. ملي سميتو شويه دازت السيمانه، جاتني المكالمه عند واحد من جاري. هذيك هذاك زعما راه محترم، ولكن انا ما عرفتش الشاف عنده حتى دار هذيك. شنو قال لك في هذه المكالمه؟ كيهضر معايا كيقول لي راه انا فايت من الاول، راه جي عندي للزكان. المهم انا ما عرفتوش. قلت لي شكون اللي عطاك النمره؟ قال لي انت هي. قلت لي انا ما كنعطيش النمره لاي واحد. شنو قال لك هذا السيد؟ قال لي جي عندي. قال لي ندير لك هكا ندير لك هكا. شنو بغا يدير لك؟ قال لي ندير لك ثلاثه، ندير لك واحد من هنا واحد من هنا. ثلاثه ديالاش؟ باين بلا ما نقولها. فين غايدير لك؟ شنو؟ ايوا داك الشيء اللي كيقول لي. المهم السيد صافي انا ما نقدرش مازال نتصنت الهضره ديالو، انا بلوكيتو. ملي بلوكيتو هزيت النمره ديالو درتها في واحد البروغرام، عطاتني واحد، عطاتني الكنيه ديال السيد اللي حدايا اللي كنتي كتعرف فيه. ايه جاري زعما. صافي ملي تصدمت قلت واش هذا؟ واه ما يمكنش هذا يقول لي هذه الهضره. حيت صاحب هذاك نيت صاحبه ماشي زعما. هو اللي عطاه النمره واتصل. هو اللي عطاه النمره وعطاه شاف شي حاجه عنده. صافي ملي قال لي سميتو قال لي حليت الواتساب، حليت ليه ملي بلوكيتو حليتو. قلت ليه واش انت هو فلان؟ قال لي لا. شكون اللي قال لك انا فلان؟ قلت لي راه انت هو فلان. راه قلت لي هذه النمره راه لقيت فيه الكنيه ديالك، راه انت فين كاينه فين كاين.
قال لي لا راه انا مشيت من تما، انا سميتي هذا راه انا فايز من الجوج. قلت ليه راه انت هو فلان اللي عرفني، واش انا عرفته؟ قال لي واحد شويه غنعيط لك. قطع عليا ومشى عيط لشي واحد اخر، صفت ليا واحد الاوديو. قال لي راه انا مول الموتور بلا ما نقول سميتو. لا ما تقولش. قال لي انا راه هو مول الموتور، عطيت ليه نمره وبلوكيتيني، انا زربت نمره عند هذا السيد. قال لي راه داكشي اللي كدير، كاع داكشي اللي كدير مع صاحبي راه كيجي كيقولها ليا. شنو كديري مع صاحبي هذا؟ دابا هذا اللي كنهضر معاه انا وصل ليه الهضره، زعما راه انا كندير معاه. هذا السيد راه ما عندي ما معي بينه وبينه والو. ما والو انت. ما عمرني خرجت معاه، عمرني درت معاه شي حاجه، ما عمرني مشيت معاه. وهو ظلمني كيقول عليا زعما راه انا كندير معاه شي حاجه وعطى الاخرين باش يهضروا معايا. يهضروا معاك حتى هما. ما يشوفني. وهذيك الصوره دابا راه كيعطيو للناس. عنده التصور ديالك. عنده التصور ديالي. كيصيفطهم. ركب ليهم الصدر ديال شي وحده عريانه. واش هذا شي هادشي اللي كيديروا الناس؟ انت ما صيفطتيش ليه تصورك عريانه ولا شي حاجه؟ لا راه انا دابا داكشي اللي كندير فاسميتو هو اللي صيفط ليا. التصور ديال اللي دار هو، ماشي اللي صيفط لي انايا. انا التصور ديالي راه الحوايج ماشي هو قاد هذاك اللي صيفط لي انا راه دار فيه اللي كيت وناسه. كتهضري معاه؟ كنهضر معاه لابسه حوايجي وجاب لي السدر ديال شي وحده حط ليا فوق حوايجي هنا. لصقوا لي هنا. واش انا عندي السدر من عنقني عنقي خرج لي هنا؟ هادشي راه ما كيقبلهاش. دابا هز الراس ديالك ولصقوا. ايه لصقوا شي وحده. قال لي راه ديالك هادو. قال لي نفختيهم راه هذيك ماشي ديالي. راه هاد السيد راه صافي راه حمقني، ما عرفتش شنو غندير معاه. ما بغاش يتفارق معايا، ما بغاش يتزوج بيا، بغا يشوهني. وشنو درتي معاه دابا؟ ما بقاش كيهضر معايا دابا. شحال وانت هادي ما عمرك هضرتي معاه؟ شي شهر دابا. درتي به الشكايه وشنو درتي؟ درت الشكايه دابا انا ثلاثه سيمانات دابا كنمشي للمحكمه حتى واحد ما عطاني. كنمشي حتى للمحكمه كيقول لي سير السيمانه ورجع. شنو كطالب انت؟ واش باقي ما تقرات؟ واش هاد الشيء باقي ما وصلت؟ واش هاد الشيء انا كنطلب من المسؤولين ياخذ لي حقي من هاد السيد. ايه وقال لي هذاك اللي هضر معايا في النمره عند هذاك. هذاك اللي عطاني النمره من عند هذاك اللي هضر معنا هذاك اللي قال لي انا مول الموتور. قال لي كون جيتي للدار قال لي غتوقع الشوهه الكبيره. واش هادو هاد اللي كيجي ليا الشوهه الكبيره؟ شنو غيدير لك هاد الشيء؟ ما نعرف بحال اش هادشي. هادو دابا كيجي ليا واش شي واحد غيديني زعما ما عرفتش شنو غيديروا. بغاو يتكرفسوا عليا. ما عرفتش واش غيقتلوني ويتكرفسوا عليا ولا يديروا لي اتصال ولا الفيديو، هذا الله اعلم. باش عرفت انا هاد السيد اش غيدير. وشنو كطالب انت دابا؟ الطلب كنطلب انا من المسؤولين ولا من الجمعيات يقفوا معايا ياخذوا لي حقي من هاد السيد. داكشي اللي كنطلب.